صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ودع نزلاء المؤسسة الاجتماعية الخيرية دار الأمل للمسنين أصدقائهم المستفيدين من العمرة المجانية في أجواء احتفالية يغلب عليها الطابع التقليدي، وجرت طقوس توديع المعتمرين بحضور عائلات وأصدقاء وأقارب النزلاء على أهازيج وزغاريد وترديد الصلاة على الحبيب المصطفى، حيث عمت الفرحة أرجاء دار المسنين وامتزجت سعادة المعتمرين بدموع الفرحة غير مصدقين أن المقام وأخيرا لبى نداءاتهم. كانت جات مبادرة من واحد الجمعية في عين السبع، فهما بدأوا تقريبا خادوا على عاتقهم واحد أربعة ديال الأشخاص من طرف التعاون الوطني، وكان توجيه من طرف التعاون الوطني هو اللي يوجههم لينا، فاختاروا أربعة، ولكن جاتنا حنايا بحال حيف شوية بالنسبة لكافة النزلاء، فحنا زدنا العدد الأكبر. كانت القرعة دابا الآن 18 واحد زائد جوج المؤطرين، فكانت القرعة الحمد لله في واحد الجو من التوافق ومن الفرح، وهذا الحمد لله على كل حال. وكانت هذه المبادرة مبادرة بالنسبة للناس آخر العمر ديالهم، تتكون خاتمة خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله كانت مبادرة طيبة، الحمد لله شي ماشي مسألة وسائل، الوسائل موجودة، خاص هذه المبادرات والواحد يتشجع لهذا الشيء ما يخافش منه. لا ضروري احنا على حسب العدد ديال هذا، لأن بقاو بعض الناس وهذا ما اختاريناهمش نظرا للمرض ديالهم ولا هذا ما تختاروش، وكان عندهم كاين مشكل ديال عجز، فهادو خاصهم مرافقين ديالهم اللي يتبعوهم، كاين اللي ما تيشوفش، كاين اللي عنده شيز رولونت، فهادو غيكون عندهم اعاقات وهذا ذوي احتياجات خاصه، فهادو خص يكون مع مرافقين ديالهم، فهادو غادي تكون هي ان شاء الله المجموعه الثانيه باذن الله مؤسسه امل. ف ما تخلقات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هو ان المجتمع المدني يدبر راسه براسه، هو ستان برينسيب ملي داروا سيدنا الله ينصرو في 2005 داروا باش المجتمع ديالو يوظف الخدمه ديال الخدمات الاجتماعيه بيدو، فما نبقاوش حنا في المكان خصنا نتسولوا الاداره تعطينا ولا المبادره، كاين وسائل باش محسنين كاين هذا، فالحمد لله هذا هما لي برينسيب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهذا هو الهدف. ما نبقاوش عاله على الاداره ديما تعطينا ديما ناخذوا من عندها ديما، فالفو كريي دي اكسيون ولا اون اوتونومي ديال لا جيستيون سوسيال، سيست مانجمنت نوفيل ديال لاكسيون سوسيال. ما نبقاوش حنا غير تنطلبوا، العدد ديال الجمعيات كثير 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 بزاف، ولكن ما كاينش مبادرات اللي تتخلق اللجوء الى الاداره ولا الى هذا. المبادره عطاتنا لي برينسيپ، عطاتنا ليسبريت مانجمنت، فحنا خصنا نقلبوا على هذا الشيء. حيت شربوا الكارو وانتقى سيدي ربي فوالا الحمد لله. حسيتي ملي قال لك راه ما جاتني ما طقتش، حتى ملي جلبوا لينا عديت شويه كنطيق، ودابا راني قلبي كيضرب والخلعه وجو سي با من 5 الصباح وانا نايضه كنتسنى غير امتى يجيو الناس، امتى تعمر الدنيا، امتى زربانه باغي نمشي. صافي هاد المره ربي غادي يعفو بزاف الحوايج، وهاد الناس علمونا الصلاه ومهلين فينا ما خصنا لا دواء، الماكله كناكلو مزيان، كناكلو الماكله نقيه مطيبه مزيان، الله يرحم ليهم الوالدين، كيتهلاو فينا. انا كندير دي فوا ديك كريز دو بيليبسي كيوقفوا معايا،
عندي اكسيدون غاف كيديروا لي الماساج كيجيبوا الكيني عندي بوكو دو جي بليزيغ فراكتور باسكو جي تري مالاد جي سوتي 7 8 متر دونك جو سوي تو دي غاف اكسيدون الحمد لله maintenant الحمد لله جو ريميرسي محمد سيس بوكو Et je veux que mes enfants n'oublient pas que c'est des Marocains. Voilà. Mon mari, c'est un Français marocain. Il s'appelait Mohamed. Il s'est converti à l'islam. Allah rahmo. Voilà. Je dis bonjour à mes enfants, beaucoup. Et mes enfants, ils ont pleuré qu'ils ont su que moi, je vois l'Amra. Ils ont tous pleuré. Même mon fils, le Hajj, oui. Oui. Aïcha, il fait Faransa. وانا ما بقيتش بغيت نمشي نجيب الدواء ديالي ونجي هنايا فاميلتي ولات هي هادي هادو هما فاميلا ديالي هي هنايا هادو هما فاميلتي عندي العائله مي خلاوني ملي كان عندي الفلوس بزاف كانت عندي العائله دابا ملي ما بقاش عندي بزاف ما خوات الدار الور منو عندي هادو هما عائلتي اللي كان كتصوروا فيهم وكتشوفوا فيهم هادو هما العائله ديالي والله يحفظ محمد سيس الله يرحم محمد سانك انا كنت جالسه في هذاك زعما هذاك التفويج ديال داك الشيء وكنتسنى داك القرعاس زعما انا كنت منيسه منين عيطوا عليا ما نقولش لك انا كنمشي بالعكاز بقيت كنمشي هذا الكلوارات كلهم وانا كنمشي على رجلي المديره كتقول لي انت ما مرضاش بركابك قلت لها صحيت ما بقيتش كنحس وفرحت والحمد لله وتحقق لي الحلم ديالي والله ينصر سيدنا الله يحفظ بلادنا ويحفظكم حتى نتوما هاد الوليدات وهاد الناس وهاد المؤسسه اللي كيسهر عليها ولا كيقابلها انا هاد الحج هاد العمره ما حلمتها من ويتها يعني حتى جاتني القرعه لما جاتني القرعه تفاجأت وكنت نتمنى نمشي لذاك المقام وجات الحمد لله بخير وعلى خير وهاد الناس راهم مغامرين معنا ومساعديننا ومهورين فينا وما خصنا تا خير الحمد لله الله يعطيكم السلامة